بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، اللهم آمين. اليوم أعزائي متابعي القناة سوف نسرد عليكم أهم دلالات وتفسيرات رؤيا المسك في المنام. سوف نتعرف على الدلالات والتفسيرات المختلفة والمتنوعة لرؤيا المسك، سواء كان في منام الرجل أو السيدة المتزوجة وأيضا الفتاة العزباء والبدء معه. ففي حال إذا ما رأى الشخص في منامه المسك وكان هذا الشخص فقير الحال، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من الرؤى المحمودة، لأن المسك في منام الفقير هو إشارة ودلالة على الخير الكثير والرزق الكبير الذي سوف يأتي إلى هذا الشخص صاحب المنام، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشخص في منامه مسك ولكن كان المسك بدون رائحة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل أن الشخص صاحب المنام هو شخص يقدم الإحسان والخير لأشخاص لا يستحقون، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشخص في منامه أنه يضع المسك على النار، فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى غير محمودة، لأن تلك الرؤية بها تحذير لصاحب المنام أنه يتصف بالتبذير ويصرف أمواله فيما لا يفيد، ولذا عليه الحذر، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشخص في منامه أحد أقاربه أو رأى شخص متوفي يتعطر بالمسك، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل أن الشخص المتوفي الذي تعطر بالمسك في الرؤية هو شخص ينعم بالجنة، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى التاجر في منامه المسك، فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى المحمودة، لأن ظهور المسك في منام التاجر يكون دلالة وإشارة على زيادة في ماله وزيادة في تجارته وربح الأموال بإذن الله، والله أعلى وأعلم. وأيضا من الدلالات والتفسيرات المتعلقة برؤية المسك في المنام، إن من يرى في منامه مسك فهو شخص طيب صالح يقوم بالصدقات ومراعاة الفقراء، والله أعلى وأعلم. والآن سوف نتعرف على أهم دلالات وتفسيرات رؤية المسك في منام الفتاة العزباء. إن الفتاة العزباء التي ترى في منامها المسك فهي فتاة محظوظة، لأن رؤية المسك في منامها دلالة وإشارة على مساعدتها لمن حولها وحب من حولها لها، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا مرات الفتاة العزباء في منامها المسك وكان المسك باللون الأبيض وذو رائحة جميلة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة، لأن المسك الأبيض في منام هذه الفتاة هو دلالة وإشارة على الخير الكثير الذي سوف يأتي لتلك الفتاة، وأيضا دلالة على سماع الأخبار السارة قريبا، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا مرات الفتاة العزباء في منامها المسك وكان المسك باللون الأسود، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية في ذاك الحين يكون دلالة وإشارة إن تلك الفتاة العزباء سوف يكون لها خير كثير ورزق كبير بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا مرات الفتاة العزباء في منامها زجاجة مسك، فإن تفسير ودلالة رؤية تلك الرؤية هو إن تلك الفتاة العزباء تتمتع بالشكل الجميل والخلق الطيب، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا مرات الفتاة العزباء إنها تقوم بشراء زجاجة المسك، فإن تفسير رؤية شراء زجاجة المسك في منامها هو إن تلك الفتاة سوف يتم خطبتها قريبا، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا مرات الفتاة العزباء في منامها شخص ما يهديها المسك، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية هو إن هذا الشخص الذي ظهر في منام تلك الفتاة والذي قام بإهدائها المسك هو شخص يرغب في خطبتها، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم وأبرز دلالات وتفسيرات رؤية المسك في منام الفتاة العزباء. أما الآن فسوف نسرد عليكم دلالات وتفسيرات رؤية المسك في منام السيدة المتزوجة والبدء معه. ففي حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها المسك الأسود، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل إن تلك السيدة سوف يأتيها الله برزق كبير بإذن الله، وأيضا دلالة تلك الرؤية هو إن تلك السيدة دائمة السعي لرضا الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا مرات السيدة في منامها إنها تقوم
بوضع المسك على جبينها، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل أن تلك السيدة سوف يزول عنها القرب بإذن الله، وسوف يفرج الله أمرها، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم الدلالات وتفسيرات رؤية المسك في منام السيدة المتزوجة. أما الآن فسوف نسرد عليكم دلالات وتفسيرات رؤية المسك في منام السيدة الحامل. ففي حال إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها المسك، وكان المسك باللون الأسود، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل أن تلك السيدة الحامل هي حامل في مولود، وجنس هذا المولود هو ذكر بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها المسك، وكان لون المسك أبيض، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية في ذاك الحين يشير ويدل أن تلك السيدة الحامل هي حامل في مولود، وهذا المولود سوف يكون جنس أنثى، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسير ودلالة رؤية المسك في منام الحامل، فإن السيدة الحامل التي ترى في منامها مسك هي سيدة محظوظة، لأن ظهور المسك في منام الحامل يكون دلالة وإشارة أن تلك السيدة سوف تتمتع بالصحة الجيدة أثناء الحمل، وسوف تكون ولادتها ولادة سهلة ميسرة خالية من الصعوبات، وسوف تتمتع هي وطفلها بالصحة الجيدة، وسوف ترزق بطفل سليم معافى بإذن الله، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم وأبرز تفسيرات ودلالات رؤية المسك في المنام، سواء كان منام الرجل أو الفتاة العزباء، وأيضا السيدة المتزوجة والحامل. عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي حال إذا ما رأى الشخص في منامه المسك، وكان هذا الشخص فقير الحال، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من الرؤى المحمودة، لأن المسك في منام الفقير هو إشارة ودلالة على الخير الكثير والرزق الكبير الذي سوف يأتي إلى هذا الشخص صاحب المنام، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشخص في منامه مسك، ولكن كان المسك بدون رائحة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل أن الشخص صاحب المنام هو شخص يقدم الإحسان والخير لأشخاص لا يستحقون، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشخص في منامه أنه يضع المسك على النار، فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى غير محمودة، لأن تلك الرؤية بها تحذير لصاحب المنام أنه يتصف بالتبذير ويصرف أمواله فيما لا يفيد، ولذا عليه الحذر، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشخص في منامه، هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم وأبرز تفسيرات ودلالات رؤية المسك في المنام، سواء كان منام الرجل أو الفتاة العزباء، وأيضا السيدة المتزوجة والحامل. عسى أن نكون قد أفدناكم.